أيضا في الجنوب السوري تعرضت عربة روسية بريف درعا الشرقي لاستهداف بعبوة ناسفة أسفرت عن إصابة بعض العناصر وسط استمرار عمليات ما تعرف باتفاقات التسوية، ما يدفع للتساؤل حول مدى فعالية هذه التسويات وسط استمرار الفلتان الأمني. تتواصل اتفاقات ما تعرف بالتسويات في محافظة درعا جنوب سوريا منذ مطلع أيلول الفائت بشكل متسارع لتشمل عشرات القرى والبلدات بأرياف درعا، وبالتالي اقتراب قوات الحكومة السورية من السيطرة على كامل المحافظة خلال الأيام القليلة المقبلة وطي ملف درعا برعاية روسية. المرصد السوري لحقوق الإنسان أفاد باستمرار عمليات تطبيق بنود الاتفاق بين اللجنة الأمنية التابعة للحكومة السورية ووجهاء وأعيان درعا بوساطة ورعاية روسية، مشيرا إلى أن عمليات التسوية في قرى الشيخ مسكين وأزرع وبصر الحرير ومحجة وقرى منطقة اللجات في ريفي درعا الشمالي والشرقي متواصلة. أنا أدعو الجميع. المرصد أوضح أن العمليات تتضمن أيضاً تسليم السلاح الفردي، فيما سيتم إجراء عمليات تفتيش لبعض المنازل لاحقاً، لافتاً إلى وجود عمليات ما تعرف بتسوية وضع المطلوبين والفارين من التجنيد الإجباري في قوات الحكومة، وذلك وفقاً للاتفاق المبرم مع وجهاء المنطقة. وتزامنت هذه الاتفاقات منذ انطلاقها في درعا مع عشرات عمليات الاغتيال والقتل والخطف وغيرها من حالات الفلتان الأمني في مختلف مناطق المحافظة، إذ شهدت درعا منذ بداية الاتفاقات الجارية مقتل 6 عناصر من القوات الحكومية والفيلق الخامس المدعوم روسيا إلى جانب 14 مدنيا بمن فيهم مسلحون سابقون تمت تسوية أوضاعهم من قبل الحكومة السورية بحسب المرصد السوري لحقوق الإنسان. ومن جانب آخر، أكد المرصد السوري لحقوق الإنسان اليوم الاثنين إصابة عناصر من القوات الروسية في انفجار لغم أرضي استهدف مدرعة روسية على الطريق الدولي دمشق عمان بين بلدتي صيدا وأم الميادن بالريف الشرقي لمحافظة درعا. وتشهد المنطقة حالة من الاستنفار الأمني لقوات الحكومة والروس دون معرفة هوية الجهة المسؤولة عن العملية أو من قام بزراعة اللغم على الطريق الدولي. أرحب بضيفي من فيينا بشار علي الحاج، علي دبلوماسي سوري سابق. أهلا بك أستاذ بشار. نبدأ من حيث انتهى التقرير، يعني استهداف عربة روسية في ريف درعا. برأيك يعني ما الهدف من هكذا عمليات مع العلم أنها الجهات التي تقف وراءها مجهولة؟ مساء الخير لك وللسادة المشاهدين. أهلا بك. للعلم هذه المنطقة التي تم الحديث عن استهداف العربة الروسية هي منطقة يعني على الخط الدولي، وهي من المفترض أنها مرصودة أمنيا، وخاصة مع محاولات الإيحاء بالتطبيع أو عودة العلاقات مع النظام السوري، وخاصة أنه مع الأردن بشكل خاص. نعم. فمن يعني المستغرب أن يكون هذا التفجير بعبوة ناسفة على هذا الطريق المرصود ومع الحليف الروسي. إذن لابد من المعرفة أن هناك من يرغب ب يعني زعزعة هذه التسويات على هشاشتها، وأعتقد أن تقف وراء هذه الجهات هي يعني ربما يكون النفوذ الإيراني وميليشيات التهريب التابعة لحزب الله ومجموعات ربما لا يطيب لها حتى هذا الاستقرار الهش. طيب أستاذ بشار، يعني منذ فترة ليست ببعيدة يعني الروس بدأوا بحل الفيلق الثامن الذي شكلته من عناصر التسويات، الآن مع هذا الاستهداف للقوات الروسية هل ستعيد حساباتها روسيا؟ المعلومات التي أملكها حيث حل الفيلق الخامس هو يعني ليس ذلك بالضبط، ولكن بما أن هذا الفيلق يتبع شكلا لجيش النظام، جيش المنظومة، فتم يعني إعادة ربطه في سجلات الأمن العسكري، وهذا ما يعني المعلومات المتوفرة، وهي معلومات دقيقة إلى حد ما. لكن لا يمكن يعني في ظل وجود هذه المنطقة المهمة في سوريا، وخاصة يعني من رسائل دولية للجوار سواء العربي أو للجوار الإسرائيلي بين قوسين، لإيجاد أن هناك قوى أخرى ليس فقط القوات الروسية هي الفاعلة،
هناك قوات التي تتغطى بالجيش النظام وهي قوات الإيرانية وميليشياتها، ربما لأهداف قد تكون خارج سوريا. على الرغم من يعني إذا أخذنا بعين الاعتبار أن إيقاف الدعم العسكري أو التسويات منذ حوالي 4 سنوات وليس 3 سنوات، حتى الآن مع وجود قوات الروسية وقوات حليفة للنظام مؤازرة، لم يستطع هذا النظام بسط سيطرته على هذه المنطقة المحصورة أصلا، ولا يوجد لها أي منافذ للدعم. طيب أستاذ بشار، هكذا عمليات استهدافية وعمليات تفجيرات واغتيالات كيف تؤثر على مسار اتفاقات التسوية المتبقية؟ في هذه المنطقة من حيث الواقع لا يمكن القول أن هناك أطراف، هناك طرف مسيطر وهناك الشعب، لم يبقى هناك لا قوى سياسية ولا قوى عسكرية في هذه المنطقة. إذن هناك رسائل يود النظام دائما وحلفائه من إيجاد أنه هو يقوم بعمليات للسيطرة، ولكن بضمن هذه الرؤية يتم الضغط باتجاه الحليف الروسي أعتقد من قبل الإيراني وغيره. ولكن لا يمكن استبعاد أيضا أن هناك مقاومة شعبية ربما لا تسكت، ولكن مثل هذه الرسائل بالنسبة للروسي لم يتم استهداف الروس قبل، إذن هي يعني أو حتى لم يتم استهداف سوى قوات النظام أو مواجهات أو حواجز عسكرية، وخاصة بعد أن أيقن يعني السوريين المواطنين هناك في هذه المنطقة أنه لا سبيل للاستمرار يعني المعارك. لكن عذرا على المقاطعة أستاذ بشار، هناك كان أيضا اغتيالات لعناصر قوات حكومة، أيضا لعناصر التسويات، أيضا لمدنيين، يعني هناك خلط أوراق في الجنوب السوري بالنسبة للاغتيالات والاستهدافات. بالضبط هذا ما أود قوله، أن هناك عندما تكون هناك جزء من استقرار يحاول هذا النظام يعني أن يظهر أنه سيطر، وهذا السيطرة يظهرها من خلال الحوادث العسكرية أو الحضور العسكري. سيطرة الدولة أو الاستقرار أو التسويق على التطبيع يجب أن يرافقها استقرار على المستوى العام واستقرار بالخدمات، وهذا ما يحاول النظام إشغال البعض فيه في ظل عجز للدولة. وهناك كما تعلم هناك تداخل بين قوات إيرانية وقوات إسرائيلية وقوات يعني ليس قوات إسرائيلية أو يعني مصالح قلنا للواقع، وهناك قوى أيضا ليست هي يعني مقتنعة بهذه التسويات، ولكن ليست هي حالة منظمة، هي حالات انتقام وخلط أوراق. يعني ضرب الروسي الآن هو خلط أوراق واضحة، ولكن لا يمكن أن يعني معرفة الأطراف بهذه المنطقة سواء الإشارة إليها من بعيد. يعني هناك كما أقول إيران وحزب الله المتضررين من ضبط الحدود بالنسبة لتغذية خاصة شبكات التهريب. طيب أستاذ بشار، عن إيران أليس لها مصلحة أيضا في تأمين الطريق التجاري بين دمشق وعمان ومعبر النصيب الحدودي؟ لماذا يعني تؤجج أو توتر أوضاع أكثر هناك؟ تمام، هناك مستوى ربما يكون مركزي على مستوى النظام الإيراني أنه يريد ذلك، ولكن أنت تعلم أن هذه الميليشيات الموجودة على الأرض حتى المحسوبة على النظام وغيره هي عبارة عن ميليشيات متنفذة ومستفيدة ومنتفعة، فهي تستفيد من الفلتان الأمني في التهريب وتغذية وجمع الأموال أكثر من القضية المركزية بالنسبة لها، ونحن نعلم ذلك خاصة مع تجفيف مصادر يعني الدعم والضائقة المالية في سواء من قبل النظام أو من قبل الإيراني، فهم يعني يعتمدون على حتى كمنظومة عصابة حاكمة في دمشق تعتمد على التهريب في تغذية أموالها، فهي هاي حاجة خارجة عن حتى عن الأهداف الرئيسية أو الأهداف الاستراتيجية لهذه القوة أو لهذه النظام الملالي إذا جاز التعبير. طيب أستاذ بشار، يعني من خلال هذه المؤشرات بموضوع الاغتيالات والتفجيرات وقرب سيطرة الحكومة السورية على كامل الجنوب السوري، برأيك هل فعلا هي قادرة على بسط الأمن واستقراره هناك؟ يعني بعد انقطاع أو يعني حتى التسوية الأخيرة أو المواطنين السكان في الجنوب هم لا يريدون القتال، أرهقوا من جهة، ومن جهة ثانية أنه لم يكن هناك أفق لهذا القتال، ولكن في ظل يعني عقم العملية السياسية يحاول النظام دائما أن يسيطر يعني حتى بالسطوة الأمنية والقمع، وهذه لن تنتج
مرة ثانية. الذي أقول من حيث الشكل يمكن سيطرة النظام شكلا، ممكن أن يكون سيطر يعني على كامل الجغرافيا في الجنوب، ولكن هذه يعني ضمن التسويات الهشة التي سرعان ما تنقلب. يعني ما الذي يصنعه النظام عندما يذهب لأن يأتي ببواريد أو أسلحة فردية من قرية، أو يعني جلب العديد من الأشخاص أو تسويات، هي عبارة عن يعني لا يقدم ولا يؤخر. هذا النظام لا يستطيع أن يعود كما سبق، ويحاول استفادة من ربما من هذا الجو الذي أشيع عن إعادة تطبيع معه من خلال الأردن، أو ما يسمى الخطوة بخطوة، ليظهر للدول أنه قادر على بسط الأمن والسيطرة أو إعادة إنتاج نفسه. ولكن هذه أعتبر أنه محاولات لن يكتب لها النجاح. لو استطاع هو وروسيا وإيران أن يفرضوا ما لديهم من يعني رؤية أو إعادة إنتاج لما انتظر كل هذه الفترة، إنما يريد خداع ربما الساحة أو الداخل أو الموالين، أو وربما تسويق هذه الوجهة النظر لخداعنا أيضا أو لإضعاف الجبهة المعادية من الثورة والمعارضة. وأنت تعلم أنه هناك قوة حقيقية وفعلية في شمال شرق سوريا وشمال سوريا ومنطقة إدلب، وحتى في الداخل، حتى في اتساع في النقمة الشعبية في مناطق حاضنة النظام إذا جاز التعبير، في اللاذقية وطرطوس وفي المدن التي تعتبر موالية. إذن هي محاولات يائسة. يعني الدولة إذا كانت إن حتى لو أرادت الحكومة السورية التسويق وإشاعة أنها قادرة على بسط الاستقرار والأمن بعد سيطرتها على الجنوب، ماذا عن مناطق أخرى خاصة في الشمال السوري، شمال غرب سوريا، أدلب وما حولها؟ أنا يعني ذكرت أنه شمال، في عندنا شمال شرق سوريا، نعم، وشمال غرب سوريا، سوريا بالمناطق الحكومة المؤقتة والائتلاف، ومناطق حكومة تحرير الشام أو هي تحرير الشام، هي قوة أمر واقع ومساحات كبيرة، وأكثر من يعني ثلث الشعب السوري المقيم داخل سوريا موجود فيها، وهي متقدمة يعني عن مناطق النظام من حيث الخدمات ومن حيث حتى يعني المستوى المعيشي إلى حد ما والاستقرار الأمني. فماذا يستطيع أن يسوق؟ هو لا يستطيع أن استمرار في يعني إذا اعتبرنا هذا النظام أنه على الإنعاش، فهو دعم دولي بطريقة غير مباشرة، أو تغاضي الدولي هو ما يساعده على القول أنه ما زال قادر، ولكن هذا لن يستمر طويلا. فالانهيار الاقتصادي بالإضافة حتى لتآكل القبضة الأمنية في مناطق الرئيسية بما في ذلك دمشق، وهناك قادة الأمر الواقع بعكس مناطق الثورة، أن هناك أمر واقع، ولكن هناك قادة أمر واقع وتآكل الدولة على حساب الميليشيات والقادة الجدد. أشكرك جزيل الشكر من فيينا بشار علي الحاج، علي دبلوماسي سوري سابق، شكرا لك. مشاهدينا فاصل أخير ثم نعود لمتابعة النقاش.